ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله الدكتور حسن أبو نار، مقيم في أمريكا، مدرس في جامعات هناك ومدير مؤسسة Human Necessity Foundation وأحد محكمي جائزة دبي للقرآن الكريم. ومن الله عليه عز وجل، الحمد لله أني أحد أئمة المسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر في التراويح، أحد الأئمة جزاهم الله عنا خيرا وحفظهم الله. وأنا الحقيقة يعني تشرفت بلقائي بحبيبي يوسف جبر، احنا بنسميه يوسف جبر، هو زي ابني يعني، فدايما نقعد مع بعض الحمد لله هنا في الجائزة، ومرات بنطلع على طلعات حلوة كده، وبعدين نحكي هينا بعدين علمني صرت أحكي مصري يعني ما شاء الله، فصرنا نطلع طلعات أنا ويا آية هو وآية أنا، فربنا يتقبل من الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يا عيني، تفضل حبيبي. الذين يبلغون
من